الدكتور زهدي الحانوتي، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة وأمراض قلب الأطفال. خدمت 30 سنة في وزارة الصحة، وعملت في تخصصي اللي ذكر أعلى، وحلت للتقاعد في 1/4/2023، وبعد شهر تقريبا من التقاعد فتحت عيادتي هاي الخاصة في محافظة مفرق. أكبر رسالة شكر بوجهها لوالدتي المرحومة رحمها الله، هي من وقفت معي دائما ودعمتني وعلمتني مبادئ الحياة الصحيحة. أمضي على مخافة الله، اتبع ضميرك، ولا تطلب رضا الناس بل اطلب رضا الخالق فقط لا غير. وهي يعني هي اللي جعلت مني طبيبا ورجلا أولا وأخيرا. ثانيا فضل للوالد، الله يطول بعمره، دعمني كثير. هو من زرع في مخي فكرة أنت يجب أن تكون طبيب، أنت فقط طبيب، وقدم لي الدعم المالي والدعم النفسي، والحمد لله طال الله في عمره. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور زهدي الحانوتي. بداية يسعد مساك دكتور. أهلا وسهلا بكم، حياكم كلك ضوء. طبعا في البداية، وحضرتك استشاري قلب أطفال وأخصائي أطفال وصاحب عيادة تحديدا في محافظة المفرق، عرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أهلا وسهلا بكم. كلك ضوء. أنا الدكتور زهدي الحانوتي، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة وأمراض قلب الأطفال. خدمت 30 سنة في وزارة الصحة، وعملت في تخصصي اللي ذكر أعلى، وحلت للتقاعد في 1/4/2023، وبعد شهر تقريبا من التقاعد فتحت عيادتي هاي الخاصة في محافظة مفرق، ونعمل فيها إن شاء الله وعلى بركة الله. نعم بالتوفيق دكتور. بس عرفنا أكثر عن العيادة وعن الخدمات الطبية المقدمة فيها. من اسمها عيادة الأطفال وحديثي الولادة، احنا بنقوم بالكشف السريري على حديثي الولادة، محاولة منا إذا كان هناك أي عيوب خلقية، أي مشاكل صحية بتخص حديث الولادة، حيث نتدخل ونحاول نقدم له العناية والمساعدة. من ضمن الأشياء اللي نعملها كمان متابعة فحص خلع الولادة عند حديث الولادة، لأنه تعرف هذا يعني شغلة تيجي خلقية وليس لها علاقة بعملية الولادة، لكن الاسم هيك إجا، فبنتابع إذا في عنده علامات خلع ولادة. بنقوم الآن بمساعدة الطفل، تحويله لأصحاب الاختصاص. بنقوم باستقبال كل الحالات المرضية اللي تخص الأطفال، سواء الأمراض اللي بتصير طارئة يعني أو الأمراض المزمنة. في أمراض احنا بنقوم بتقديم المساعدة مباشرة للطفل، وفي بعض الأشياء ما بتكون متخصصنا احنا طب الأطفال، فبنقوم بتحويلها لعيادات الاختصاص حتى يقوموا بعملهم. بالعيادة في عندنا جهاز إيكو القلب حديث، بنقوم بالكشف عن أمراض القلب الخلقية عند الأطفال حديثي الولادة، أو إذا ما تم كشفها بداية عند الأطفال حديث الولادة تم كشفها هم رضع أو هم حتى أكبر، علامات ما قبل مدرسة وأيام مدرسة. نعم دكتور، بس بدك تكمل؟ يعني هاي اجمالا الخدمات اللي بنقدمها بالعياده. نعم دكتور، بس تعرفنا اكثر، ايش هي اكثر الامراض المنتشره بين الاطفال وشو طرق الوقايه منها؟ اكثر الامراض شيوعا طبعا حسب الوقت. نعم. وقت السنه، يعني على سبيل المثال احنا الان على ابواب فصل الشتاء، في فصل الشتاء بتكثر امراض الرشحات، التهابات الطرق التنفسيه العليا، أمراض الإنفلونزا، ممكن ترجع الكورونا مرة ثانية، التهابات الرئوية، التهابات الشعيرات الهوائية عند الأطفال، تضخم اللوز والناميات الأنفية، احتداد حالات الربو المزمن، هاي مشكلة كبيرة صحيح بنواجهها بفترة الشتاء، لأنه في نسبة لا بأس فيها من أطفالنا عندهم مرض الربو أو الأزمة، بتثير عندهم أوقات الشتاء بالذات، لأن الفيروسات تنتشر في هذا الوقت، هي بتثير نقول هجمات أو نوبات التحسس والأزمة والربع عند الأطفال. فترة الربيع تستمر نوعا ما أمراض الطرق التنفسية العليا والتهاب الرئة والشعيرات الهوائية.
أمراض الصيف مثلاً بتخف الأمراض التنفسية وبتبدأ عندنا حالات الإسهالات، الإسهال الحاد، الإسهال المزمن، حالات الجفاف، بعض الأمراض الفيروسية ما لها علاقة بالجهاز التنفسي زي مثلاً أمراض الفيروس الكوكساكي اللي بعمل إشي مسميه متلازمة الكف والقدم والفم عند الأطفال. بعض الفيروسات تعمل تقرحات بالفم، بعض الفيروسات بتعمل الطفح جلدي عند الأطفال، بعض الفيروسات تعمل التهاب سحايا عند الأطفال. هاي كل أمراض صيفية أغلبها تجي في فترة الصيف، فلكل موسم وكل طقس فيه له الأمراض اللي أكثر شيوعا. نعم دكتور، أهم الأمراض اللي بتصيب أمراض القلب عند الأطفال هي التشوهات الخلقية. فشو هي الأعراض المبكرة اللي ممكن تكشف عن وجود هذا المرض، وشو بتحب تقدم نصيحة للأهالي حتى يعني يكشفوا المرض مبكرا؟ هي مرض القلب مش مرض واحد ومرضين، هنا مرض كثير يعني، ونحن نقسمها لقسمين، كل قسم له خلينا نقول أعراض تختلف عن الآخر. في أمراض القلب الخلقية الزرقية، زرقية يعني ازرقاق اللون، هاي عادة بكون الأهل بيلاحظوا إنه الطفل لونه مو طبيعي، لون يميل للزرقة أو لون رمادي. ما نكون يرافقوا أعراض أخرى من الأمراض الزرقية اللي هي مثلا ضيق التنفس، قلة نوم، عصبية عند الطفل، هاي اكتشف طبيب القلب. النوع الثاني ما بكون في زرقاق عند الطفل، بل بكون في أعراض ثانية زي مثلا أشياء بسيطة جدا ممكن الأهل ما ينتبهوا لها ولكن هي أساسية. مثل أول علامات تظهر أن الطفل بصير لما يرضع بكون رضعته متقطعة، يرضع ثواني وبيرتاح، يرضع ثواني وبيرتاح. أعراض ثانية اللي هي كثرة التعرق أثناء الرضاعة، يرضع وكان عرقه بكون كثير غير العرق الطبيعي. النفس، نفس الطفل بكون مو مرتاح، بكون نوع ما فيه صعوبة النفس، تسارع ويأخذ النفس بصعوبة. الوزن، وزن الطفل ما بيزيد أول 3-4 شهور كما يجب، بكون تأخر بالنمو. عدا ذلك بكون كمان في عندهم التهابات متكررة بالرئتين أكثر من مرة. فهاي الأشياء اللي لازم الأهل ينتبهوا لها، إذا صارت الأعراض عند أطفالهم لازم مباشرة يراجعوا طبيب القلب. نعم، برأيك شو سر تميز أكون نجاحك عن غيرك في هذا المجال؟ والله التوفيق من الله أولا، رضا الوالدين ثانيا، حبي للعلم، إخلاصي في عمل لوجه الله تعالى أولا، وثانيا إرضاء لضميري وحب الناس. نعم، كل التوفيق. ندخل الجانب الوطني، لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، فش بتحب تحكي له؟ بحب أحكي له لجلالة الملك أنه أمضي قدما، نحن معك، وفقك الله، الشعب والوطن أمانة في عنقك ونحن معك. بس دكتور أكيد في حترك بصمة بحياتك وشجعك وعطاك الدافع لتوصل لهي المرحلة، فلين بتحب توجه رسالة شكر على برنامجنا؟ أكبر رسالة شكر بوجهها لوالدتي المرحومة رحمها الله. هي من وقفت معي دائما ودعمتني وعلمتني مبادئ الحياة الصحيحة. أمضي على مخافة الله، اتبع ضميرك، ولا تطلب رضاء الناس بل اطلب رضاء الخالق فقط لا غير. وهي يعني هي اللي جعلت مني طبيبا ورجلا أولا وأخيرا. نعم رحمه الله. ثانيا فضل للوالد، الله يطول بعمره، دعمنا كثير. هو من زرع في مخي فكرة أنت يجب أن تكون طبيب، أنت فقط طبيب، وقدم لي الدعم المالي والدعم النفسي، والحمد لله طال الله في عمره، ولزوجتي ولأولادي ولأهلي. دكتور، كيف ممكن الإنسان المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لنا موقع العيادة بالتفصيل وطرق التواصل. الآن مدينة المفرق، سوق المفرق، حي اسمه حي الحجازية، شارع الملك محمد. الأماكن قريب منا جدا اللي هو البنك الأردني الكويتي، البنك الأردن، البنك العربي، مجمع الحمراء، معروف عند الناس انه مجمع الحمراء، عمارة الدكتور محمد الطحان. التليفون يعني اذا في مجال اللي هو 0798 720 427. وبنهاية هذا اللقاء نود ان نشكر الدكتور زهدي الحانوتي على حسن ضيافته لنا، على امل ان نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لك دكتور، نورت شاشتنا. الله يوفقك. شكرا.